المرأة راهي كيما الراجل وقت اللي تعطي تلقى ناس يعطيوها ويمنوا بها وتنجح. فاطمة عياري، نقيب بسلك الحماية المدنية، رئيس مصلحة بالديوان الوطني للحماية المدنية. تلقيت تكوين علمي بكالوريا مع 5 سنوات، ودخلت للحماية المدنية عن طريق مناظرة خارجية سنة 2010. دخلت الأمن مش من محض صدفة، بل هو العمل الأمني معناتها يعجبني ونحبه من صغرتي. يعني نلقى روحي عندي تحمل مسؤولية، عندي حب الوطن، عندي برشا معناتها حب، معناتها نحب العمل النشيط، إلى جانب تكويني معناتها العلمي في ميدان البيولوجيا. لقيت المناظرة هذه وعديتها بكل ثقة في النفس، والحمد لله معناتها توفقت فيها كما حبيت. هي تجربة مفعمة بالكثير من النجاح، لأنه من الأول معناتها كي دخلت لقيت برشا مساعدة من طرف ناس معناتها يؤمنوا بالنجاح بكل صراحة، معناها ما لقيتش عقبات كبيرة. يعني المحيطين بيا أمنوا بيا لأنه شافوا معناتها فما ضابط جديد تحب تعطي برشا وتحب تخدم وعندها برشا طاقة، فعاونوني وساعدوني. كونهم يقدموا على العمل الأمني كأي مهنة أخرى ما يخافوش منها، ما يقولوش اللي هو عمل مفعم بالمخاطر فقط، لأنه إلى جانب كونه عمل فيه نوع من الصعوبة اللي هي تنجم تتعديها كيما الراجل كيف ما المرأة، هو عمل فيه برشا تضحية، فيه برشا حب للوطن، اللي أنت تنجم كل يوم تحس اللي أنت تحب بلادك. وعلى قد ما تلقى صعوبات بالعكس تقول أنا نعمل فيهم على خاطر بلادي وعلى خاطر باش ننجح السلك اللي أنا فيه.